يا شو جايبك انت مجنون؟ بدي شوفك. شو عم تعمل هون؟ شو عم بعمل هون؟ بدي شوفك. قال لك ما في غير نحكي على الانترنت وبنحكي على التليفون. طيب كيف بشوفك؟ نحكي على الانترنت نحكي على التليفون. ما فيك تشوفني حبيب بيي، ممنوع اظهر من البيت، بي راسه برناه تنكي. لك ماشي ننزل نقعد بالكافيه تحت. لك شو عم تفهم علي انت؟ عم بقول لك بيي ما بخليني اظهر من البيت. شو بأي عصر عايش بيي؟ ما تقلي بأي ماشي عصر. ننزل نقعد بالسياره بنقعد بالباركينج. ولك اي باركينج اي سياره؟ شكلك ما عم تفهم علي. عم اقول لك بيي ما بخليني اظهر. ولك خلص بقى ماشي معي. تعي ماشي. لك خلص يا زلمه روح بعدين برجع بحكي. رولا مين؟ ايه بابي. مين؟ ايه بابي. مرحبا. مرحبا. ما عرفتك رفيق سليم. اهلا شرفنا. اهلا عمو كيفك؟ بدنا كنا عمو انا لانه شو بدك عمو؟ ايه شو ما قصده بابي هو لا انه انا ورولا انه اصحاب وبنحكي مع بعض بس دايما على الانترنت. على الانترنت بابي. ايه وعلى التليفون بس بعد ولا مره شفنا بعض. انا كيف بدي اشوفها؟ ما عم ما انك شايفها هلا منك شايفها؟ شو يعني بدك تشوفها؟ شو قصدك بدك تشوفها؟ انه بده يظهرني لا تظهر. نعم تظهر بنتي برات البيت ليه؟ ايه؟ ما عندي بنات تطلعوا برات البيت يا ابني. شو بك انت؟ شو ما تخليني هلا عصي مخبرتيها الخبريه؟ بس قلت له صرت قالت له 100 مره انه بابي ما لا يا عمو انا بحبها لبنتك. لو بتحبها ممنوع تطلع برات البيت. كيف بشوفها؟ لو بتشوفها هون. نعم شوفها هون بالبيت. فوت تفضل. انه بدنا تعرف لو بدك شو ما بدك بتفوت تعمل هون. كيف؟ لك فوت على الاوضه انت وياه. بده ياخذني معي ساعه. بقول لك بيي ما بخليني. ما بدي طلعك برات البيت. ما عندي بنات طلعوا برات البيت. خليكي نظهر. فوتوا على الاوضه قعدوا اعملوا شبابكم سكروا الباب وكذا بس ما بتطلع برات البيت بنتي. طيب بابي ما تعصب. خلص عصبني وخلصت. هلا فاهم الموضوع. تفضل فوتوا على الاوضه ظبطوا الدور الاير كونديشن سكروا الباب سكروا الشبابيك عملوا شبابكم بس ما تعلوا صوتكم وهي يلا فوتوا. طيب ماشي بس ذاك يا حياتي ما تنسى انت في عندك على الخمسه روني كمان. لا بابي روني مش اليوم. لو كيف مش اليوم؟ بابي انا حكي معه لروني مأجلتها لبكره. والله بدك تصاحبي 20 واحد مع بعض بتسلميني انا هالاشياء. تبي انت تستلميهم انا مأيدة. يا اخت مأيدة عندي. طب برجع كنسلها وعملها لبكره. شو ما نقول له هلا؟ خلص انا حكي معه قلت له اليوم تعبانه. طيب تفضلوا يلا فوتوا يلا. يلا رح فوت تعبانه. على كل حال ما تطولوا ليك يا ابن لحظه خليها تفوت. هي انت ماشي حالك؟ كيف يعني؟ مظبط كل شيء ولا مثل شو؟ طشطوش وهدي. خلي هذا معها. اوعى الغلط. اوعى الغلط. لا ولا ما تعلوا صوتكم كثير. بدي احضر فيلم انا اللي عم بحضر موفي. اذا بدي اسمع صريخ ومصاريخ بدي ازعل منك. لا ميروني جاي لك صاحبه احد بدي يخطبها وما ادري شو بحكي. روح هلا.